شروق الإبداع اسم أطلقه المصمم اللبناني العالمي إلي صعب على مجموعته لربيع صيف هذا العام في عالم الأزياء الراقية أو الأوت كوتور، إذ أراد المصمم أن يستوحي عرض أزياء هذه المرة من الشرق وتحديدا مصر بين أربعينيات وستينيات القرن الماضي، وما تركه هذا البلد من بصمة في عالم الفن والإبداع، فجسد ذلك في فساتين ارتدتها ممثلات ومغنيات مصريات كفاتن حمامة وأم كلثوم وغيرهما على خشبة المسارح وأمام عدسات مخرجي الأفلام. حضرت العرض المغنية نانسي عجرم التي لمصر في تاريخها الفني مكانة خاصة. سبيسيال لإلي، أول شيء أنا شهدت مجروحة بالمصريين وكتير حبيت هاللفتة من إلي صعب إنه تناول هيدا التام. بحس إنه إلي بيشبه حاله، ما بيشبه إلا حاله، ودايما بشوف لما شوف امرأة لبسة إلي صعب بشوف عندها سيلوات المرأة الحقيقية، المرأة اللي عندها أنوثة. امرأة صعب لربيع صيف هذا العام في الأوت كوتور تشبه امرأة المرحلة الفنية الذهبية في جمهورية مصر العربية، فهي أنيقة رقيقة وقوية الشخصية. حبيت ضوي بهالكولكشن على كل شيء عربي، على منطقتنا، قد ايه فيها فن، قد ايه فيها ثقافة، قد ايه فيها تقدير، يعني من كتير زمان لكل شيء، لكل شيء فن، لكل شيء ثقافة. انه رجعت شوي للمسنين القدم، رجعت للأفلام الأسود والأبيض. إذن طريقة ذكية لتعريف نساء العالم بحضارتنا العربية وخصوصا المصرية من خلال مساهمة فنانين عرفوا في عالم الغناء والسينما والرواية أيضا، التي تحولت إلى أفلام أثرت مكتبة السينما العربية. من عرض أزياء إلي صعب، ليث بزاري، العربية، باريس.